بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. نسمات ابتدت تعطر قلوبنا والبركة على الأبواب، كلها أيام بسيطة ويهل علينا ضيف غالي بيجمعنا كلنا أهل وأحباب. شهر الرحمة والغفران جاي طبطب على القلوب يقرب كل الغاب، شهر القرآن والقرب من الرحمن هنقابله بقلوب صافية ونفوس راضية، هنترجى ثوابه ونعمل بالأسباب. ازاي نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عويدة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أيام بسيطة بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران وصلة الأرحام والخير والصدقة والزكاة وكل الأعمال الطيبة اللي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. ازاي نبدا الشهر الكريم بنفوس صافيه؟ بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. طبيعه النفس الانسانيه طبيعه عجيبه، دائما او غالبا ممكن نقول تركا الى الدنيا، تركا الى المخالفات، تركا إلى المعصية. لذلك لما بيتكلموا عن النفس بيقولوا النفس ده مزيج مختلط، تلاقي أحيانا فيها كرم وفيها بخل، فيها فطرة طيبة يعني تذهب إلى الطاعة، وفيها فطرة سيئة تجنح للمعصية، فيها جبن الطيبة اللي هي احنا اتخلقنا عليها بالضبط، والتانية المكتسبة من الحياة اللي بنا. فالنفس يعني تحتاج إلى علاج من وقت إلى آخر، تحتاج إلى تربية. لذلك كان دائما التعلق والسير معها فيما يدسها في التراب، كما يقول العلماء، زي القرآن يقول يدسه في التراب، يدس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزدية هو الإخفاء، والإخفاء أنت تخفي رقيها عندما تدخل في المعصية، أنت تخفي اتصالها بالله سبحانه وتعالى عندما تضعها في الوحل، معصية الوحل. لذلك كانت العبادة لها فائدة، العبادة لها فائدة. إيه فائدة العبادة؟ العبادة تنقي النفس من خبثها، تصلح إعوجاجها وهي تسير لربها. الإنسان الله سبحانه وتعالى يرفض تماما أن الإنسان يكون متعلقا بالدنيا وهو يريد الآخرة، هذان لا يعني لا يستويان معا ولا يتفقان معا. ان الانسان يذهب الى الدنيا، يجمع الدنيا ويريدها وكل همته لها، وفي نفس الوقت يريد الاخره. لا، قد تكون الدنيا في اليد مملوكه، ولكن الاخره في القلب ساكنه. فكانت العباده هي الشيء اللي بيردنا إلى الله سبحانه وتعالى، الشيء اللي بيصلح إعوجاج النفس ويصلح أغلاطها. شيء آخر، المعصية كما قلنا هو إخفاء لجمال النفس في أو حال المعصية. طيب وبعدين، هو يصلح هذا العاصي بما فعل أن يسكن جنة الله، أن يجاور الله في جنته؟ لا. يبقى إذن لابد من تطهيره. ايه اللي طهر الانسان من المعصيه؟ التوبه والرجوع لربنا سبحانه بالضبط. وتعالى بالضبط، التوبه والرجوع الى الله. طب ايه اللي يخليه يتوب ويرجع الى الله؟ العباده، عندما يفتح لك بابا من ابواب العباده ويقول لك هيا انطلق من هذه العباده. لذلك كان هذا الشهر الكريم هو توبه، وهو رجوع الى الله عز وجل بصدق واخلاص، هو تعديل اعوجاج النفس حتى تستقيم مع الله تبارك وتعالى، هو كسر شهوة النفس حتى لا تلجأ الى المعصية.